بمنتخبنا الوطني وهو الشغل الشاغل الحقيقة. طب ومش عشان انا في قناة النادي الاهلي الحقيقة، ولكن انا بشوف ان محمد مجدي قفشة افضل لاعب في مصر خلال الموسم السابق وبداية هذا الموسم، هو من افضل 4 أو 5 لاعبين. كيف لا يمكن ان اختار، او كيف يمكن ان لا اختار محمد مجدي قفشة في 25 لاعب موجودين مع منتخب مصر؟ طيب. اختيارات فنية، هو حر ويعمل اللي هو عايزه، لكن انا بتكلم بمنتهى الحيادية والامانة. طب طب وطبعا 100% كيروش هو حر تماما في اختيار قائمته وفي الاوراق اللي هو شايف انها تقدر تحقق له النجاح اللي هو مطالب بيه وتنفذ له السيستم اللي هو عايز ينفذه، ولكن احنا من حقنا ان احنا نعقب ونحلل القرارات اللي كيروش بياخدها من ساعه ما جه مدير فني. وانا هنا اقصد قرارين مهمين، قائمه كاس العرب وقائمه كاس الامم. نعم. انا وجهه نظري الشخصيه، ما حدث النهارده ما اقدرش اوصفه الا بالجنون. جنون، قرار مجنون فنيا اللي اتاخد النهارده. بدايه الكاف والاتحاد الافريقي مديني المساحه ان انا اختار 28 لاعب بسبب ظروف كورونا، واكد لي ان كل اللعيبه الزياده هو هيتحمل تكاليف اقامتها. يعني عرض، يعني زي بالظبط عرض المسابقه اللي حضرتك ان شاء الله هتكسبني انا وثابت فيه في الاسبوع الرابع. بتصدقوهوش؟ اوعى حد يصدق الكلام ده، ابعت وهتشوف. تمام. الراجل فاجئنا النهارده هو اختار 25 وما اختارش 28. لا معلش، تاني يا كريم، هل ده شيء معلن يعني؟ منتخب كله مختار 28. احنا منتخب المغرب كان اعلن 25 وبعدين زودوا 3 اللي فيهم بنون. احنا ليه 28 ليه؟ ده احنا نختار 25 بس، احنا جامدين جدا. مهم يعني، فدي اول قرار في وجهه نظري خاطئ من المدير الفني. تاني قرار ان انت بقى بسبب القرار ده حجمت المراكز كلها في يعني اسماء مخالفه للي انت اخترتها في كاس العرب. وهدي مثلا محمود علاء. محمود علاء في وجهه نظري الشخصيه هو لازم يكون على دكه البدلاء، طالما ان احنا اخترنا الونش وحجازي وايمن اشرف. طبعا واخد ايمن مش مساك، باك ليفت، واخد ايمن باك ليفت. طيب محمود علاء انت النهارده خدته، طب ما خدتوش في البطوله العربيه؟ ليه انت ما خدتوش في البطوله العربيه؟ قلت ايه اسلام؟ كنت انا قلت لك انا مش فاهم هو عايز ايه البطوله العربيه بالظبط؟ انت واخدها تجربه ولا راح تنافس؟ ولما بدانا ننافس، طب مثلا مروان حمدي قعدت تعشمه وحرقت دمنا وعملت مشاكل كتيره جدا جدا مع الولد وهم له الذنب. يعني مروان حمدي بالعقل كده هيجي كروش يقول له العب يا ابني 88 دقيقه قدام تونس، هيقول له انا هطلع يعني. مثلا يعني طيب انت بعد كل اللي انت عملته ده وحطمت محمد، انا بقول لك كل صراحه، واثرت محمد شريف نفسيا في حاجات كتيره، ونزلت محمد شريف في ماتش ثالث ورابع اللي هو لحد ما ملوش اهميه كبيره قوي، النهارده انت بتتخلى عن مروان حمدي خالص وبتحط محمد شريف في القائمه اللي ما لعبش راس حربه. أيوة. ولا مر في حاجات يعني في تصرفات غير طبيعيه. طيب نيجي بقى لمحمد مجدي قفشه. طيب مجدي قفشه بدون ادنى يعني منافس، صانع الالعاب الاول في مصر في عام 2021. لا يا عم انت بتقول كده عشان جوه قناه الاهلي. لا والله ابدا، اقسم بالله. طب ببساطه اللي انا بقوله، حد يقول لي يا كريم انا اسف، لا كلامك غلط، في فلان يعني في عبد الله السعيد اللي انا اختاره. عبد الله السعيد لاعب خبره طبعا، انا بقول الكلام ده يعني اللي هيترد عليك بكده يعني. ما هو مفيش غيره. ما هو القائمه النهارده بلاي ميكر الوحيد فيها عبد الله السعيد. اوكي. عبد الله السعيد لاعب عنده 36 سنه، لاعب خبره عالي جدا 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 جدا، يمتلك من الذكاء داخل الملعب حاجات كتيره جدا. وعبد الله فعلا من ايام ما كان مع النادي الاهلي بنتكلم على واحد من اهم اللاعبين في مصر في اخر 10 سنين. نعم. ولكن النهارده عبد الله السعيد اكيد نسخه عبد الله السعيد 2021 مش هي نسخه عبد الله السعيد 2017 مع هيكتور كوبر او حتى مع الكابتن حسام البدري لما كان مدير فني للاهلي، لان في فوارق بدنيه ولياقيه اكيد في الاربع سنين دول اتغيرت. وبالتالي النهارده لما انا اجي اقول صانع العاب مصر الاول في القايمه اللي راح تلعب كاس امم افريقيا عنده 36 سنه وملوش بديل في القايمه، ده هنا قرار غريب من المدير الفني. فانا اشوف ان تاني كيروش خد بعض القرارات غير المنطقيه. اضافه على ده انا هبدا للامانه بكل صراحه ابص على الاخبار اللي تم تسريبها عن وجود
مشاكل داخل الجهاز الفني، وان هو يعني منفرد بالقرارات وانه ما بيحبش حد يتدخل معاه في الاختيارات. واضح جدا ان في ما فيش سيستم. حقه يا كريم معلش. لا انا بس بتكلم على سيستم. انا بتكلم على سيستم اوكي، لكن لا انا بتكلم على مشاركة الجهاز الفني. انا كراجل مدير طبعا اشارك. ايه هو كيروش اكيد مليون في المية كيروش. انا اللي بختار. قول لي رايك يا كريم، عايز محمد مجدي قفشه اللي مش عايز انت عايزه، احمد سيد احمد ثابت عايز، احمد عايز مجدي قفشه مش عايزه، اي لا عايز مجدي قفشه مش عايزه، عايزه. طيب اوكي ماشي، اجي نكتب الاسماء هكتب انا ان محمد مجدي قفشه ماشي اوكي تمام. انا بس هنهي وجهه نظري بحاجه اخيره، لان اللي انا عارفه تمام، اللي انا عارفه كمان معلومات وليست اجتهادات. نعم. ان كان هناك ضغط كبير على، مش ضغط يعني، كل الاراء المساعدين لكارلوس كيروش كل المساعدين كانت بوجود مجدي قفشه. اكيد ده مليون في الميه بوجود مجدي قفشه ووجود طارق حامد بالمناسبه. طبعا. ودي النقطه الاخيره كنت هقولها. طارق حامد النهارده احنا بنتكلم على مدير فني بيلعب بطريقه 4 3 3. طريقه 4 3 3 اكتر اربع لعيبه او اكتر خمس لعيبه بيتم استهلاكهم بدنيا هم الثلاثه بتوع خط الوسط والاثنين فول باكس. دول اكتر خمس لعيبه في ال11 بيجروا في الطريقه دي. طيب طارق حامد اوكي كان واضح جدا في مشكله شخصيه ما بينك وما بينه. طارق حامد نتفق او نختلف، واحد من اهم لاعبي الارتكاز في مصر في اخر 10 سنين. عنيف شويه، بنقعد نتكلم على الايه طريقه لعبه، طريقه لعبه بنتكلم وبنتكلم على لكن وقوع. في النهايه لا، لكن طارق حامد من افضل لاعبي خط الوسط في مصر السنه. وانا بلعب بطريقه، وانت بتقول كده وانت في قناه الاهلي خلي بالك. اوكي ماشي، احنا بنتكلم كوره، احنا بنتكلم كوره، وانا بتكلم على مدير فني بيلعب 4 3 3. طيب التلاته ده استخدام في خط الوسط اللي هو طبعا اكيد منهم عبد الله السعيد، اكيد انت اللي مختاره. صح. طيب لان طبيعي ما اعتقدش في ماتش هتنزل تلعب بمين، حمدي فتحي والنني والسولية، هتبقى غريبه شويه، ما فيهمش لعيب عنده الحته الزياده او الحته بلاي ميكر اللي انت كمان استغيت عن قفشه، يعني انت عملت كوكتيل كده غريب. طيب طارق حامد النهارده افرض انت حد عندك في نص الملعب الشوط الثاني في ماتش انجولا هناك لعب كده زي ما انت بتقول ماشي، ما هو اوريدي احنا كنا مغلوبين 2-1 تعادلنا والحال كان سيء، الحال كان سيء، الحال كان سيء جدا كمان. فبالتالي انت بتعمل كوكتيل اختيارات غريب، فعدم اختيارك لطارق حامد في كاس الامم الافريقيه يوضح ويؤكد ان انت عندك مشكله شخصيه معاه. ده مش فني، لان انت لو قلت لي ده فني لا انا اسف، ده هنا بقى في، ده هنا في ازمه كبيره جدا، لان انت النهارده بتتخلى عن واحد. وامتى فين يا كابتن اسلام بطوله افريقيا اللي انت اصلا بتحتاج فيها لاعب قوي بدنيا، صح، قوي يقدر يصد مع وسط، مع خط وسط نيجيريا، يصد مع خط وسط اوغندا، يصد مع خط حتى ايفن السودان، وان شاء الله لما نتاهل باذن الله. فين هنا انا بتكلم عن معايير، لازم حضرتك عن معايير. لما اسالك اقول لك انت خدت ده بناء على ايه؟ تقول لي والله استبعد احمد رفعت ليه؟ نعم؟ استبعد احمد رفعت ليه؟ ما اعرف والله ما اعرف. فعلا والله ما اعرف. طب هو، طب ما رمضان صبحي بعيد بقاله فتره، عبد الله نفسه عبد الله عنده كورونا وبعيد بقاله فتره، دخلت المنتخب ما هنا مفيش طب تريزيجيه، طبعا تريزيجيه اسم كبير جدا واحنا فرحانين جدا 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 ان تريزيجيه رجع المنتخب. تريزيجيه ما بيلعبش كوره بقاله اكتر من 9 شهور. طب واحد زي ابراهيم عادل، لاعب زي ابراهيم عادل بنتكلم هنا على العدل، هيقول ايه جوه قراره نفسه؟ النهارده الولد مقطع نفسه فعليا ومجتهد جدا جدا، ولاعب بلاي ميكر ولاعب سي اف ولاعب اس تي ولاعب مهاجم صريح. ده دلوقتي هو قاعد في بيته يقول ايه؟ بس انا مش شايف معايير بصراحه للاختيار، ولكن الراجل حر في قراره وهنحاسبه على القرار ده في النتائج هتحقق. احنا كل ده يا جماعه بناخد راي كريم.